السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أحمد عبد الفتاح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تكنولوجي الـ MPLS، الـ Multi Protocol Label Switching. التقنية ديت الطلبة مش بيتعرضوا لها كتير، سواء في منهج الـ CCNA أو في منهج الـ CCNP، اللهم إلا في الشباتر اللي بتتكلم عن الـ IGP. في الشباتر ديت وتقريبا بعد اول شابتر في كل اي جي بي راوتينج بروتوكول، الكتاب بتاع السي سي ام بي بيتكلم عن ازاي بن بيرفورم النيبور ما بين التو سايتس وبعضها، سواء في الاي اي جي ار بي او الاو اس بي اف، مع وجود تقنية الام بي ال اس. وكنا بنشوف في الكتاب ان بيبقى مكتوب ان الكاستمر ايدج اللي هو الراوتر بتاع الكاستمر بيبرفورم نيبور شيب مع حاجه اسمها البي اي اللي هو البروفايدر ايدج، وتقريبا هي دي كان المصطلحين الوحيدين اللي موجودين عن الام بي ال اس في الكتاب. مفيش اي تعرض تاني للام بي ال اس عن فكرتها او طريقه شغلها او طريقه عملها. في فيديو النهارده ان شاء الله هنحاول مع بعض ندخل اكتر في موضوع تقنيه الام بي ال اس، اللي هو قد يكون برضو جديد عليا، يعني انا اوريدي ما زلت بدرس في موضوع التقنيه ديت. وفكرت ان اعمل الفيديو ده عشان احب اشارككم باللي انا بدات اعرفه، ونبدا سوا مع بعض نقرا اكتر ونذاكر اكتر عن التقنيه دي، اللي هي بصراحه غيرت مفهومي عن حاجه كتير جدا، واحب اشارككم بالمعلومات اللي انا اتعلمتها عليها. في الاول شبكه الوان بتاعه الاي اس بي كانت بتقوم على فكره الفريم ريلي، وفكرة الفريم ريلي أظن إن احنا درسناها باستفاضة في منهج الـ CCNA. كانت بتبقى عبارة عن شبكة Layer 2، الـ IP باكت بتعرف الـ Destination بتاعها عن طريق حاجة اسمها الـ DLC، وكان بيكون في منها أنواع من الـ Connection زي الـ Point to Point والـ Point to Multi Point والـ Mesh Topology. الـ Point to Point إن أنا أقدر أربط فرعين مع بعض دون أدنى مشكلة، بكاري سب انترفيسز وبأساين عليهم ديلسي والفرعين بيرتبطوا مع بعض بالفريم ريلي دون أدنى مشاكل. البوينت تو مالتي بوينت نفس الفكره، بكاري سب انترفيس بس في سايد بيكون بوينت تو مالتي وفي السايد الثاني بيكون بوينت تو بوينت، وبعمل كومنت فريم ماب اي بي وبمابه بالديلسي بتاعته الى اخر ذلك من الكونفيجريشن. لكن الفريم لي كان فيها مشكلة صغيرة شوية وكبيرة في نفس الوقت، ان لو افترضنا ان انا عندي فرع 2 3، هوصل الثلاث فروع دول مع بعض سيريال كونكشن مع الاتش كيو، في اي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش اي مشكلة. يبقى اصبح عندي هنا لو افترضنا ده الاتش كيو بتاعي وده برانش 1 وده برانش 2، لو برانش 1 عايز يكلم ال HQ مفيش اي مشكلة، لو برانش 2 عايز يكلم ال HQ مفيش اي مشكلة. عشان اخفض التكاليف انا مش عايز احط لينكاية ما بين برانش 1 وبرانش 2، فممكن اسمح ان برانش 1 يكلم برانش 2 عن طريق ال HQ، بيجي الباكت كده وبتوصل هنا وبتاخد نفس الطريق في مسار العودة للسورس بتاع الباكت. كانت التوبولوجي دي اسمها الهاب اند سبوك، وكان ممكن تتعمل، لكن لو افترضنا ان احنا في شركة عدد فروعها اكبر من الثلاثة اللي قدامنا، عندنا فرع، عندنا التاني، عندنا التالت، عندنا الرابع، ومع افتراض ان احنا ما عملناش اللينكاية دي، وكل فروعنا هتكون شايفة الفروع التانية عن طريق سيريال كونكشن مع ال HQ. أصبح ال HQ هو الهب وكل الفروع ديت سبوك بالنسبة له. تمام. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان انا بدل ما كان بيكلمني فرعين بيكلموا بعض عن طريق ال HQ بتاعي، اصبح عندي حوالي 6 فروع بيكلموا بعض عن طريق الاتش كيو بتاعي. ده طبعا هيعمل لي يوتيلايزيشن عالي قوي على اللينكه
اللي هو موصلاني بالفرع ده، وده هيأثر عليا. كمان لو الكونكشن ما بين الفرع ده والاتش كيو وقع، معنى كده ان الكونكشن مع كل الفروع التانية وقع برضو. طيب ايه الحل، ايه العمل؟ قال لك خلاص هنعمل ميش توبولوجي ما بين الفرعين دولت، هنلغي معلش الوضع دوت. قال لي خلاص هعمل ميش توبولوجي. الميش توبولوجي معناها ان انا هاجي ما بين الفرعين دول زي ما احنا عملنا من شوية وهرسم لينكاي. طيب عملت فرع زيادة، هعمل ايه؟ هوصل له لينكاي من اتش كيو، ولينكاي من برانش واحد، ولينكاي من برانش اتنين. عملت فرع زيادة، هوصل له لينكاي مع الاتش كيو مع البرانش تلاتة، برانش واحد وبرانش اتنين. ده شيء مش منطقي، التوبولوجي بتاعتي هتكبر، معنى ان انا كل ما اقوم فرع جديد هعمل نفس الموضوع، الترابل شوت بتاعي هيكون مور كومبلكس. كل الحاجات دي ما كانتش بتصب في صالح ان الفريم لا يفضل. فالحمد لله ان ظهرت تكنولوجي الام بي ال اس، واللي هنلاحظ ان المشكله دي اتحلت تقريبا فيها. ما فيش حاجه اسمها لينكايه من كل فرع للتاني عشان يقدروا يشوفوا بعض، ودي حاجه ان شاء الله هنشوفها في الكونفيجريشن بتاعنا. وبس كده. الام بي ال اس اول ما ظهر، ظهر بمعيار ريكويست فور كومنت رقم 3031. ام بي ال اس اختصار لكلمه مالتي بروتوكول ليبل سويتشنج. ليه مالتي بروتوكول؟ لانه بيتعامل مع باي لود مختلفه، بيفهم لاير 2 تريبل بي اتش دي ال سي، بيفهم ايثرنت انكابسوليشن، وكمان بيفهم لاير 3، بيفهم الدايناميك روتنج بروتوكول، كل انواع الروتنج بروتوكول، بيفهم اي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6. عشان كده سموه مالتي بروتوكول ليبل سويتشنج. الليبل بقى هي زي عملية التاج، لو نفتكر الترانكينج بتاع السي سي ان اي والسي سي ان بي، كان الباكت بيتضاف لها، بيتضاف في الهيدر بتاعها حاجة اسمها تاج، بنتاج الباكت عشان نرميها على فيلا معينة. الليبل بتاع الام بي ال اس تقريبا نفس الفكرة. عشان كده الباكتس اللي بتعدي جوه الام بي ال اس بيتعمل لها فورورد على اساس الليبل بتاعها، مش على اساس السورس والديستنيشن. كمان ال MPLS بيحقق لي ميزة كويسة جدا، ان انا قدرت بيه ان انا اوصل ان الكور نتورك بتاعت الاي اس بي بتاعتي تعتبر كور فري بي جي بي، يعني مش برن فيها بي جي بي. وهنعرفه ايه الميزة اللي حصلت بسبب الموضوع دوت. شبكة ال MPLS بتتكون من ثلاثة elements أساسيين، من دونهم ما يبقاش عندنا MPLS. أول حاجة موجودة عندنا بيبقى اسمها ال provider router، وبنرمز له في التوبولوجيز بتاعتنا بحرف ال P. ال provider router هو الراوتر اللي موجود في الكور بتاعت ال MPLS بتاعت ال IP بتاعت ال ISP. طبعا بيكون عدد كبير منهم، هو مش راوتر واحد طبعا. وغالبا بيكون سيريس 7200 اللي بيرن الاي او اس، وانواع تانية هنتكلم عليها باستفاضة في السلايدز الجاية. تاني elements عندنا البروفايدر ايدج. البروفايدر ايدج بيكون هو الراوتر اللي على طرف الشركة ما بين الشبكة الداخلية بتاعت الاي اس بي و اي شبكه بره تانية الاي اس بي بتاعي اللي انا موصل عنده ام بي اس ملوش تحكم فيها. يعني على سبيل المثال البروفايدر ايدج قد يكون موجود ما بين الاي اس بي والاي اس بي التاني، قد يكون موجود ما بين الاي اس بي والشبكه بتاعت الكاستمر، وده الشائع. البي اي عموما بيبقى موجود في السنترالات المركزيه، يعني الام بي ال اس كور نتورك البروفايدر راوترز ممكن بتبقى موجوده في الداتا سنتر بتاع شركه الاي اس بي في القريه الذكيه مثلا، والبروفايدر ايدج بيكون موجود في كل محافظه. ممكن نقول ان في البيرنت بوب بيكون موجود بروفايدر ايدج راوتر بتاعي وواصل بلينكات للسنترالات الفرعيه بعد كده،
وكل الترافيك بيجيله ومنه بيعمل له سويتشنج عن طريق الام بي ال اس للبروفايدر راوترز اللي موجوده في الام بي ال اس كور نتورك، ومنه بيطلع على اي بي اي تاني بعده النتورك اللي انا عايز اروحها. تالت حاجه معانا الكاستمر ايدج، والكاستمر ايدج من اسمه برضو نقدر نقول انه راوتر موجود ما بين شبكه الكاستمر واي شبكه خارجيه تانية. مثال على ذلك الراوتر بتاع الفروع بتاعتي، بيكون الشبكه اللي وراه شبكه البرايفت بتاعتي، والشبكه اللي بعده بتكون شبكه الاي اس بي. نيجي هنا سؤال مهم، انا واحد من الراوترات ديت بيبرفورم دور ال اس ار. عشان بس نوضح المفهوم، ال اس ار تعني ليبل سويتشنج راوتر، والليبل سويتشنج راوتر هو اي راوتر بيقوم بعمليه الليبل سويتشنج، بمعنى ان هو راوتر بيفورورد الباكت على اساس الليبل، او بينجكت الليبل، او بيبوش الليبل، او بيبوب الليبل. يعني ايه الكلام دوت؟ نشوف التوبولوجي اللي احنا رسمينها تحت، ودي ان شاء الله التوبولوجي اللي احنا هنبدا عليها النهارده، اول كونفيجريشن حقيقي لينا على الام بي ال اس. نقدر من التوبولوجي ديت او مبدئيا نحدد الثلاث عناصر اللي احنا اتكلمنا عليهم. احنا شايفين مثلا نبدأه من اليسار لليمين، عندنا راوتر اسمه كاستمر اي 1. الكاستمر اي 1 دوت بعده شبكه الاي دي بتاعها 10.0.1.0، وفي مواجهه شبكه الاي اس بي اللي قدامي دي في شبكه 172.16.1.0. البروفايدر ايدج هنا قام بالدور اللي احنا اتكلمنا عليه، الكاستمر ايدج اسف قام بالدور اللي احنا اتكلمنا عليه كدور لراوتر كاستمر ايدج. هو واقف على طرف مؤسسه ما بين شبكتين، شبكه العميل بتاعي ليه تحكم كامل عليها، وشبكه العميل بتاعي ملوش تحكم نهائي عليها. نشوف كمان الراوتر المقابل ليه اللي هو البي اي البروفايدر ايدج، وهنا اسمه بي اي 1. البي اي 1 واقف ما بين شبكتين، شبكة الاي اس بي الام بي ال اس، وشبكة العميل جزء منها. تمام. البي اي دوت اما بتجيله باكت من الكاستمر، في حالة ان انا مشغل عندي ام بي ال اس، بيحط على الباكت اللي جايالي من الكاستمر ده ليبل. بيحط الليبل ده بقى سواء دايناميكلي بحاجه اسمها تي دي بي او ال دي بي، او بيعمل له ستاتيك بيندنج ان بايندنج، ان هو بما اقول له، اما اقول له مثلا لما يجي لك بريفكس فلاني حط له الاي دي الفلاني وطلعه من الانترفيس الفلاني، ايا تكن الطريقه. البي اي دوت بيقوم هو اول راوتر معانا بيقوم دور ال اس ار، ليبل سويتشنج راوتنج، ليبل سويتشنج راوتر. لا، بيعمل سويتشنج للباكتس على اساس الليبل اللي هو بيحطه. يعني مثلا دلوقتي جات لي باكت من الكاستمر، البي اي ده هيحط عليها ليبل، وعلى اساس الليبل اللي هو حاطه هاي فورورد الباكت عن طريق الانترفيس. لو انا عندي اكتر من انترفيس هنا، عن طريق الانترفيس اللي معمول في الداتابيس بتاعته ان هو يفورورد الباكت عليه، وتستمر رحله الباكت لحد ما توصل للديستنيشن بتاعها، واللي هيكون ان شاء الله في اللاب بتاعنا السي اي نمبر 2 اللي هو كاستمر اي 2 راوتر. تالت حاجه واخر حاجه معانا البروفايدر راوتر، ادينا شايفينه هو اللي موجود دلوقتي في النص، وده بيبقى متوصل ببي اي. يعني البي بيتوصل ببي اي، والبي اي بيتوصل بسي اي، وهي دي الخلاصه. انا واحد فيهم بقى بيقوم عمليه الليبل سويتشنج راوتر، ليبل سويتشنج عموما. عندنا الراوتر البي دوت شغال عليه ام بي ال اس لازم، وعندنا راوتر البي اي شغال عليه ام بي ال اس لازم. يبقى احنا عندنا اللي بيقوم بدور ال اس ار في التوبولوجي بتاعتنا نوعين من الراوترات، البي والبي اي. لو جينا بصينا بمزيد من التركيز على الـ MPLS Core Devices، الراوترات اللي موجودة في قلب شبكة الـ MPLS بتاعتي،
كتير من الأحيان الراوترات ديت مش بتكون زي الراوترات اللي احنا عارفينها، زي الراوترات اللي بترن اي او اس، على سبيل المثال 3900، 7200، الكلام ده كله. في كتير من الأحيان بتكون راوترات بترن اي او اس قد يكون اسمه مختلف علينا كلنا. يعني الاي او اس ده اسمه اي او اس اكس ار. الاي او اس اكس ار سيسكو بتقول ان هو اي او اس مش شبيه يعني الاساس بتاعه ما يعتبرش شبيه باي اي او اس الشركه نزلته. للمعلومه بس، سيسكو انواع الاي او اس بتاعتها نزلت اي او اس اللي احنا عارفينه، الانترنت اوبريتنج سيستم، وده اللي بيشتغل على الراوترات زي الواحد 800 والواحد 900 والاتنين 800 والتلاتة 900، وبيشتغل على 7200 وكل الراوترات القديمة عموما. وبعد كده نزلت اي او اس اسمه اي او اس اكس اي، وده بيشتغل على نوع من السويتشات مش متذكر اسمه الحقيقة، 4500 وواحد اي، بصراحة مش متذكر اسمه بالتحديد. واخر نوع موجود كان الاي او اس اكس ار. والاي او اس دوت قام على افكار اساسية زي فكرة الوقائية. يعني السيسكو راعت فيه جدا موضوع الهاي افيلابيليتي، وموضوع يعني الباك اب، وموضوع ان هو يبقى حمار شغل زي ما بنقوله. وراعي كمان في نقطة المالتي تاسكينج، ركزت عليها جدا، ان يكون الراوتر قادر ان هو يقوم بعدد مهول من العمليات في نفس الوقت بنفس الكفاءة، عشان يتحط في مكانه الطبيعي ككور، يعني كراوتر كور. والراوتر في حد ذاته قايم على مايكرو كيرنل اوبريتنج سيستم. المايكرو كيرنل ده سيسكو اشتريته من شركة اسمها كيو ان اكس، كوانتوم سوفت وير سيستم، ودي شركة كندية. المايكرو كيرنل ده اول ما ظهر سنة 1980. طبعا سيسكو ما خدتش 1980، بس هو ده اسم الشركة اللي قدمت الكيرنل بتاع الاي او اس اكس ار. سيسكو بتقول ان في الاي او اس اكس ار حققت الامتيازات التاليه. اول حاجه حققت الهاي افيلابيليتي، حققت المرونه والسكيلابيليتي، حققت كمان ان نزل فيه حاجه اسمها باكج بيزد سوفت وير. بمعنى ان الاي او اس اكس ار زي الانتجريتد سيرفيس راوترز كده، اللي هي 1900 و2900، الاي او اس اكس ار نازل بفيتشرز كتيره جدا انا اقدر انستول او اريموف من الباكج على حسب النيد بتاعتي. نقطة مهمة كمان وميزة جميلة جدا ان الاي او اس اكس ار، سيسكو بتقول ان انا اقدر اعمل له باتشنج وابديت وهو شغال، ومش محتاج ان انا اعمل داون تايم، عكس الاي او اس مثلا القديم. الاي او اس عشان اعمل ابجريد للفلاش بتاعي لازم اطفي الراوتر وادخل في الرومون وابلود الايمج الجديدة وابوت منها، كل ده داون تايم غير مسموح بيه في حالة راوتر شغال في ام بي ال اس كور نتورك عند سيرفيس بروفايدر. كمان في الاي او اس اكس ار، سيسكو دعمت بشكل كامل موضوع الجوي، الجرافيكال يوزر ويب انترفيس، عن طريق الويب عشان اقدر امانج السيستم. معلومات عن الاي او اس اكس ار، هو اول ما ظهر سنه 2004 مع ديفايس اسمه سي ار 1، كان الفيرجن اللي نزل فيرجن 2. الديفايس سي ار 1 السويتشنج كاباسيتي بتاعته 320 جيجا بت بير سكند للاربعه سلوت. الجهاز ده كان مشاركه ما بين شركه سيسكو وشركه فوجيتسو، ونزل منه اصدار تاني اسمه سي ار 3 اظن. اول فيرجن من اي او اس اكس ار بقى نزل للراوترات الجي اس ار 12000 كان 3.2. واول فيرجن نزل من الاي او اس اكس ار نقل للموديل اي اس ار 9000 كان 3.9. اما بقى اخر فيرجن من الاي او اس اكس ار نازل، فهو فيرجن 5.1، وده لسه نازل 30/9/2013 اللي فات.
شايفين هنا في الصورة دوت موديل ASR 9000، طبعا أول مرة نشوفه حضراتكم. ده موديل ASR 12000، أو بعض الناس بيقولوا عليه GSR 12000. GSR اختصار لجيجا بيت سويتشنج راوتر، يعني راوتر قايم على إن هو سويتشنج جيجا بيت، حاجة طبعا سويتشنج كاباسيتي مهولة جدا وسرعة جبارة، تنفع فعلا في كور اي اس بي نتورك وحتى كور الانترنت عموما يعني. واخر موديل اللي احنا اتكلمنا عليه في اول بوينت اللي هو سي ار واحد اللي باين قدام حضراتكم اهم، وهنلاقي عليه اللوجو فعلا بتاع سيسكو، ولو ركزنا هنلاقي كمان اللوجو بتاع فوجيتسو. بعض بس الفروقات اللي عايزين نوضحها عن الاي او اس اكس ار عشان نبقى غطينا جزء يعني مقبول منه. قدامنا راوترين، راوتر بيران اي او اس السيمبل اللي احنا طبعا متعودين عليه دايما، وراوتر بيران اي او اس اكس ار. هنا انا عايز اكونفيجر اي بي راوتر او اس بي اف، فعشان مثلا اضيف في الراوترات العادية ادخل الراوتر عشان يبارتيسيبيت في اي بي او اس بي اف بروسيس، حاجة من الاثنين يعني، اخش على راوتر او اس بي اف فيرجن 3 مثلا في حالة ان انا لو بران اي بي فيرجن 6 راوتر، وهقول له نتورك، وادي له النتورك اي دي واقول له دي مثلا بتبارتيسيبيت في اريا معينة، او هدخل تحت الانترفيس واقول له اي اس بي اف والبروسيس اي دي والاريا اللي انا عايز اضيفه فيها. ده على شمالنا زي ما حضرتك شايفين، هو هنا بيرن اي بي فيرجن 6 راوتر او اس بي اف، او اس بي اف فيرجن 3، حط له راوتر اي دي، حط له بعد كده دخل تحت الانترفيس وقال له انت شارك في الاو اس بي اف البروسيس رقم 1 في اريا 0. على يمين الشاشه هنلاقي ان عندنا دلوقتي اي او اس اكس ار راوتر. هنا انا قلت له الراوتر او اس بي اف فيرجن 3 البروسيس اي دي بتاعت رقم 1، حطيت له الراوتر اي دي عادي جدا. بعد كده بدي له كوماند اريا 0 وبحط تحت الاريا 0 الانترفيس اللي انا عايزها تشارك. ما حطيتش شبكه، ما دخلتش على الانترفيس، انا تحت الراوتين بروسيس ذات نفسها ضفت الانترفيسز اللي عايزها تبارتيسيبيت في الاو اس بي اف. كونفيجريشن برضو تاني، كونفيجر الاتش اس ار بي اللي بيقدم لي فيرتشوال جيت واي ما بين راوترين، وبعمل ستاند باي جروب في الاي او اس العادي زي ما حضراتكم شايفين. بدخل مثلا على انترفيس معين وبقول له ستاند 1 ستاند باي 1 اي بي وبريوريتي وبريامت، وبعمل له تراكنج عشان لو الانترفيس جوز داون ولا حاجه فيقدر ان هو يغير البيهيفير بتاعه. ده في الاي او اس العادي. في الاي او اس اكس ار الموضوع مختلف شويه، هو عمل راوتر اتش اس ار بي بيعامله كانه راوتنج بروتوكول، واتحط تحتيه الانترفيس، وتحت الانترفيس بدل ما يقول له ستاند باي قال له اتش اس ار بي بروسيس نمبر 1 اي بي فيرجن 4. في اختلاف كبير، مش كبير قوي في الكومنتس، بس هي نفس الفكره يعني، هي نفس الفكره، نفس التسلسل المنطقي، وان كان في بعض الاختلاف في الارجمنت بتاعت الكونفيجريشن هنا او هنا. في حاجات طبعا تانية عن الاي او اس اكس ار، احنا ممكن نكريته جروبس، والجروبس نعمل لها ديفاين للتاسك زي ما حضرتك شايفين. اللوجن بتاع الاي او اس اكس ار انا بلوجن بدخل الاكزيت مود، من الاكزيت مود بقدر ان اعمل كونفيجريشن للتاسك جروب ديفاين كونفيجريشن اعملها الاو، او بعمل ادمن لوجن فبدخل في الادمن اكزيت، ومن الادمن اكزيت اقدر ادخل ادمن كونفيجريشن. وده حتى هو هنا كاتب حاجة يعني شبيهة بلينكس قوي، كونفيجر روت يوزر سيت اب وانستول سوفت وير، اللي هو موضوع انستول الفيتشرز اللي كنت بكلم حضراتكم عليه. بعد ما بعمل اي كونفيجريشن برضو في الاي اكس ار، عشان يبقى هي دي برضو نقطة مميزة جدا، الكونفيجريشن في سيسكو اول ما بطبقها على انترفيس بتيك افكت لحظتها يعني، في نفس اللحظة الكونفيجريشن بيسمع في الرننج كونفيجريشن، الراوتر بيتأثر بيه.
في الاي او اس اكس ار لا، لازم بعد ما بعمل اي كونفيجريشن بقول له كوماند كوميت، كوميت اتاكيد عن ان انا موافق ان الكونفيجريشن ده يتطبق. ده طبعا مفيد للناس اللي شغالين في الاي اس بي، عشان اي تغييره ممكن الدنيا تلوش يعني منهم، فيعني بيقول له انت متاكد ان انت خلاص عايز تعمل كوميت وتاكد على الموضوع ده، تمام مفيش اي مشكله. وبعد كده بقدر ارجع بقى بلاقي حاجه اسمها كوميت هيستوري، وبشوف اي تشينج حصل واخر مره اتعمل كوميت امتى ومين عمله الى اخر ذلك. واخيرا هنحدد بس الراوترات اللي بترن الاي اس اكس ار، سي ار 1 وسي ار 2، ودول مشاركه ما بين سيسكو وفوجيتسو. انا كنت قايل سي ار 3 معلش اسف، بس هو سي ار 2 زي ما مكتوب، و اي اس ار 9000 وجي اس ار 12000 اللي احنا جبنا صورهم من شويه. هنتكلم دلوقتي بقى في نقطه، احنا بعدنا شويه عن موضوع الام بي ال اس، كنا بس بنتكلم على انواع الاجهزه، هنتكلم شويه بقى عن الام بي ال اس ليبلنج. الليبلنج ممكن يتم دايناميكلي بنوعين من البروتوكولات في الاي او اس. بيتم بروتوكول اسمه ال دي بي ليبل ديستريبيوشن بروتوكول، وتقريبا هو ده بيبقى الديفولت بتاع كل انواع الاي او اس اللي موجوده حاليا. يعني انا لو مثلا دخلت في دخلت مثلا في الجلوبال كونفيجريشن وقلت له ام بي ال اس اي بي بس، ان انا بفعل ام بي ال اس، ودخلت تحت الانترفيس وقلت له برضو ام بي ال اس اي بي، لو الراوتر اللي قصادي عليه نفس الكوماند جلوبال وعلى مستوى الانترفيس، هتقوم نيبر ما بيني وبين الراوتر اللي قصادي نيبر ام بي ال اس، والبروتوكول هيبقى ال دي بي لان هو الديفولت، انا ما حددتش البروتوكول. اما ال دي بي راوترز بيكلموا بعض على اي بي مالتي كاست 224.0.0.2. البورت اللي بيسندوا عليه الهيلو بيبقى بورت 646، بيبقى بورت طبعا يو دي بي. اما البورت اللي بيعملوا عليه استابليشمنت للايدجيسنسي ما بين الراوترين بيبقى بورت تي سي بي 646. ال دي بي اوبن ستاندرد، يعني مش تبع سيسكو بس، موجود في سيسكو، موجود في هواوي، موجود في فيندرز تانية، لانه اوبن ستاندرد تحت رقم 3036. لحد دلوقتي احنا خدنا اتنين ستاندرد، 3031 ده اللي بيتكلم عن ام بي ال اس، والتاني واحد 3036 اللي بيوصف بروتوكول ال دي بي. وطبعا عارفين ازاي نقدر نرجع لموقع الانترنت انجينير taskforce.org، ونقدر نقرا اكتر عن البروتوكولات دي في حاله ان احنا محتاجين معلومات اكتر، ودي حاجه انا انصح بيها بشده. عشان اكونفيجر الراوتر ان هو يبقى الليبلنج بروتوكول بتاعه ال دي بي، الكوماند بتتم تحت الجلوبال مود او بتتم تحت السب انترفيس. الانترفيس مود بيبقى كوماند MPLS label protocol LDB. تاني بروتوكول معانا هو بروتوكول ال LDB، اسف على الخطأ ده يا جماعة. بروتوكول ال LDB بيعتبر بروتوكول قديم، اختصار اختصار ال TDB. ال TDB هو اللي بيعد بروتوكول قديم. اسف بس كان في مشكلة في السلايدز، اسمحوا لي ثانية واحدة اظبطها. اسف جدا يا جماعة، كان في بس عندي مشكلة في السلايدز فاضطريت ان انا اظبطها. اتكلمنا دلوقتي عن بروتوكول ال LDB، وقلنا ان احنا عندنا اتنين دايناميك بروتوكول بيعملوا ليبل ديستريبيوشن. اتكلمنا عن اول واحد اللي هو ال LDB، جه الوقت ان احنا نتكلم عن تاني واحد اللي هو ال TDB. ال TDB اختصار لتاج ديستريبيوشن بروتوكول، وهو يعتبر قديم شوية، طلع قبل ال LDB الحقيقة. بيسند الهيلو على اي بي برودكاست زي ما حضراتكم شايفين، 255 255 255 255. بيكلم اي حد في اي حته. انا شغلت دي بي بيرفورم معايا ادجيسنسي. بيتكلم على بورت 711 يو دي بي، بيبعت الهيلو بتاعته، وبيعمل تي سي بي سيشنز على بورت 711. ال تي دي بي فروم سيسكو تو سيسكو،
فكرة الليبلينج يا جماعة أول ما ظهرت في سيسكو، وبعد كده اتحولت للأوبن ستاندرد اللي اسمه ال دي بي اللي هو رقمه 3036. يبقى اللي محتاجين نعرفه عن تي دي بي إن هو كان قديم بيسند الهيلو على الأي بي اللي قلنا عليه، والبورت بتاعه سواء تي سي بي أو يو دي بي 711، وهو خاصية خاصة بسيسكو بتشتغل على راوترات سيسكو فقط. عشان نطبق الكونفيجريشن بتاعه نفس فكرة تطبيق كونفيجريشن لل دي بي، بس بدل ما بنقول ام بي ال اس ليبل بروتوكول ال دي بي بنقول ام بي ال اس ليبل بروتوكول تي دي بي، سواء على مستوى الجلوبال او على مستوى الانترفيس. طبعا الفرق ما بين الجلوبال والانترفيس ان انا في حاله الليبل بروتوكول انا ممكن يبقى في عندي اتنين انترفيسز، واحد بيكلم راوتر شغال ال دي بي وواحد بيكلم راوتر شغال تي دي بي، ده في حاله لو حصلت اصلا. هنتكلم دلوقتي على الام بي ال اس ترمينولوجي. الام بي ال اس احنا من شويه اتكلمنا عن ال اس ار الليبل سويتشنج راوتر، محتاجين برضو نعرف مفهومين تانيين. المفهوم الاول هو ال اس بي الليبل سويتش باس. ولو اتكلمنا عن الليبل سويتش باس دوت هنقدر نقول ان الليبل سويتش باس هو عباره عن الطريق المباشر او الغير مباشر اللي الباكت بتاخده عن طريق ال اس ار مختلف عشان توصل للديستنيشن بتاعها. طب يعني ايه الكلام ده؟ احنا قدامنا هو التوبولوجي. دلوقتي احنا عندنا الكاستمر ايه راوتر. كاستمر ايه راوتر الباكت بتاعته لما بتطلع من عنده بيبقى اسمها فوروردنج ايكويفالنس كلاس. الفوروردنج ايكويفالنس كلاس بيبقى مجموعه من الباكتس كلها متشاركه مع بعض ان هي رايحه ديستنيشن واحده. ال اس ار بيستقبل الباكت دي وبيعمل لها فورورد على اساس الليبل بتاعها وعلى اساس الام بي ال اس. المسار اللي هو بيحدده الباكت ده بيكون اسمه ال اس بي. مسار ال ال اس بي قد يعدي على راوتر او اتنين او تلاتة. الراوترات اللي بيعدي عليها لازم تكون بترن ام بي ال اس. تمام. اما الراوتر بتاع بي اي واحد بيستقبل الباكت، بياخد زي الديسيجن ان هو يفورورد الباكت عشان تروح الديستنيشن بتاعها. مبدئيا احنا محتاجين بس نعرفه معلومتين. عندنا مفهوم اسمه ال اي بي الليبل انفورميشن بيس، وده بيكون زي داتابيز بالليبل باكتس، يعني فلان الليبل بتاعه كذا وفلان الليبل بتاعه كذا. تمام. عندنا حاجه كنا عارفينها من السي سي ان اي والسي سي ان بي مفهوم الاف اي بي الفوروردنج انفورميشن بيس، وده بيكون زي راوتنج تيبل للباكتس اللي مش معمول لها ليبل اللي هي الاي بي راوتنج ليبلز العاديه. الام بي ليست بقى قايمه على كومبينيشن من الاثنين دول، قايمه على تيبل اسمه ال اف بي ليبل فوروردنج انفورميشن بيس. ده شكل الفورورد الليبل فوروردنج انفورميشن بيس بشوفه بكومن اسمها شو ام بي ليست فوروردنج تيبل. بيبقى قايل لي الليبل بتاعي ايه والبريفكس بتاعي والاوت جوينج انترفيس والنكست هوب. هو عمل لي زي جمع ما بين التيبل بتاع السيف الاف اي بي والليبل بتاع ال اي بي. نقدر نشوف ده التيبل بتاع الفوروردنج انفورميشن بيس او الشو اي بي سيف، موريني بريفكس وموريني البريفكس دوت المفروض استقبله او يكون اوت جوينج على انه انترفيس. يبقى نرجع له السلايد اللي قبل كده، اللي قبل السلايد دي بس عشان نقول الموضوع بشكل اوضح على الرسمه. كاستمر ايه بيبعت ان هو عايز يروح لكاستمر ايه الفرع التاني بتاعه. الراوتر ده بياخد الباكت وبيبص على الليبل بتاعها. بيبص على الليبل في الفوروردنج فوروردنج انفورميشن بيس فوروردنج انفورميشن تيبل اسف، وبيشوف الليبل وبيشوف الليبل ده مكتوب قدامه المفروض اطلع على انو انترفيس، والانترفيس ده نيكست هوب بتاعتي مين وبس. هي دي الفكره بتاعت ال فيب تيبل وفكره ان انا ازاي اعمل فوروردنج للباكت عن طريق الام بي ال اس. نوصل دلوقتي بقى الجزء ازاي نكونفيجر ال ام بي ال اس. مبدئيا احنا هنعمل الكلام اللي احنا هنشوفه دلوقتي كله عملي على لاب صغير كده في الوقت الراهن. بس قبل ما ندخل على اللاب محتاج بس اشرح الكومنز اللي انا هطبقها.
بخصوص الام بي ال اس. طبعا مش هشرح كوماند بي جي بي او او اس بي اف، مهم جدا يا جماعه ان اللي يكون بيتفرج على الفيديو ده يكون فاهم بشكل مقبول عن البي جي بي والبي جي بي بيرنج والاساسيات بتاعته وكيفيه الكونفيجريشن بتاعته، لان انا هعدي بسرعه على كونفيجريشن الحاجات دي، وان كنت هبدا كونفيجر اللاب بتاعي من الاول خالص، بس مهم جدا ان احنا كنا عارفين البي جي بي قبل ما ندخل في كونفيجريشن الام بي ليست. وهفترض ان احنا كلنا عارفين البي جي بي كويس. هندخل دلوقتي في موضوع كونفيجريشن الام بي ال اس، البيزك ام بي ال اس كونفيجريشن على الاي او اس. اول كوماند بتاعتي هيكون هدفها ان انا اعمل انيبل الام بي ال اس على الراوتر. يعني انا ما ينفعش ادخل على انترفيس واقول له ام بي ال اس اي بي، انا لازم ادخل في جلوبال مود اللي هو بدخله عن طريق كونفيجريشن تيرمينال واقول له كوماند ام بي ال اس اي بي. بعد كوماند الام بي ال اس اي بي لازم احدد الليبل بروتوكول بتاعي. الليبل بروتوكول اتفقنا ان هو هيكون حاجه من الاثنين، يا ال دي بي يا تي دي بي. لو نفتكر الكوماند كانت ايه، كانت ليبل ام بي ال اس ليبل بروتوكول ال دي بي. في حاله لو انا عايز اطبق تي دي بي هقول ام بي ال اس ليبل بروتوكول تي دي بي. تي دي بي مش عارف ايه موضوع السلايد معايا او السلايد يا جماعه، معلش. بدل ال دي بي المفروض يكون تي دي بي، ماشي نتجاوز النقطه دي، اسف. بعد كده بدخل على مستوى الانترفيس واقول الانترفيس ده يلا يا باشا اعمل بارتيسيبيت، اعمل مشاركه في الام بي ال اس، يلا ابدا ابعت هيلو على 646 او 711 لو انت شغال تي دي بي، واعمل نيبر شيب مع الراوتر اللي قصادك لو قايم عليه ام بي ال اس، وبتكون الكوماند تحت الانترفيس ام بي ال اس اي بي. وطبعا ممكن برضو احط تحت الانترفيس كوماند ال ام بي ال اس ليبل بروتوكول. وما ننساش ان السيف سيسكو اكسبريس فوروردنج فيتشر لازم تكون معمول لها ران على الراوتر بتاعي. بعد ما بعمل الكونفيجريشن لازم طبعا لو في اي مشكله اعمل ديباج، اتاكد ان الكونفيجريشن تمام. طرق التاكد انا حاولت اجمعها في مجموعه من الكومنتس المفيده والمهمه. الكوماند الاولانيه معايا اسمها شو ام بي ليس انترفيس. دي بعد ما بطبق كوماند ام بي ليس اي بي على الانترفيس، طبيعي ان انا لو قلت له شو ام بي ليس انترفيس الاقي ان الانترفيس اللي انا طبقت عليه كوماند الام بي ليس اي بي طالع عندي في الاوتبوت بتاع الشو ام بي ليس انترفيس. تاني كوماند شو ام بي ليس ال دي بي نيبر، ودي بشوف النيبرز اللي انا عامل معاها نيبر شيب وادجيسنسي ببروتوكول ال دي بي. تالت حاجه بقول له شو ام بي ال اس ليبل رينج، ودي بتوريني كل الام بي ال اس ليبل رينج اللي موجوده، واللي هي بتكون من رقم بتبدا من رقم 16 لرقم 100000. هنشوفها في اللاب بتاعنا ان شاء الله، وان كنا مش هنحتاجها في حاجه الا في حاله لو احنا هنعمل ستاتيك ليبل ستاتيك ليبل وبنربطه بريفكس، بس ان شاء الله ده مش هيكون في الفيديو ده، هيكون موضوع ادفانسد شويه ومش موضوع دلوقتي. رابع كوماند معانا، ودي تعتبر اهم كوماند في الموضوع ده كله، والمعادله للشو اي بي سيف. لو انا برن الراوتنج بروتوكول عادي، كوماند اسمها شو ام بي ال اس فوروردنج تيبل، ودي اتكلمنا عليها من شويه لما كنا بنشرح ال ال فيب. دي اللي بتوريني التيبل بتاع ال ال فيب. واخر كوماند معانا هي طبعا كوماند الديبج، اللي طبعا مش بنرنها في البرودكتيف نتورك، بس في شكل من الاشكال ممكن نرنها ونرمي كلام في اللوجات الهيستوري، بس هنتكلموا عليها وقت تاني. ممكن اقول له ديباج ام بي ال اس اي بي، ديباج ام بي ال اس ال دي بي، ديباج ام بي ال اس باكيت. لو قلت له ديباج ام بي ال اس باكيت هشوف الاي بي بتاع 224.0.0.4، هقدر فيريفاي لو في مشكله، لو في اكسس ليست بريفنت الاي بي بتاع الهيلو دوت، الكلام ده كله. والديباج بتاع الام بي ال اس ايفنتس طبعا، والديباج بتاع الام بي ال اس اكسس ليست. وديباج ام بي ال اس اكسس ليست معناها ان انا هعمل اكسس ليست مثلا باي بات معينه، وهعمل ديباج ام بي ال اس اي بي، وبعد كده احط بعديها رقم الاكسس ليست اللي انا عايز اعمل على الرينج بتاعها بس ديباج، عشان يعني اقلل من اللود على الراوتر بتاعي واكون مستهدف لاي بيهات معينه، الكلام ترابل شوت كله.
هنوصل لآخر جزء تقريبا في السلايدز النظرية الكتير قوي اللي قعدت معانا وقت طويل جدا ديت. هنتكلم بس على الخطوات اللي احنا هنقوم بيها في اللاب بتاعنا عشان نكريت بيزك ام بي ال اس نتورك. الخطوة الأولى إن احنا هنديزاين الدياجرام، هنرسم وليكن مثلا على الفيزيو، وهنقول إن أنا هيكون عندي بي وبي إي وسي إي، ده شكل أساسي ولازم. طبعا ممكن أحط جوه سي، ما اتكلمش عن السي طبعا، بس السي ده هو كاستمر راوتر ومفيش داعي يعني نتكلم فيه، لأن ده راوتر عادي ورا السي إي بتاع الكاستمر، فمفيش أي مشكلة ولا في أي كونفجريشن هنعمل عليه. تاني حاجة هنرن أو إس بي إف وهنرن أي أي جي أر بي. ليه بفضل الـ OSPF؟ عشان الـ OSPF open standard، فممكن في حالة مثلا لو الـ MPLS شغالة سيسكو هواوي، غالبا هتلاقوا ان الـ OSPF هو اللي شغال مش الـ AIGRB، لان الـ AIGRB من سيسكو لسيسكو زيه زي 3DB كده. تالت حاجة بكريت لوب باكات على الـ BE، و بأدفرتايز الـ IPAP بتاعتها عشان اقدر اعمل نيبور شيب او بي جي بي بيرنج ما بين اللوب باكايه دي واللوب باكايه دي على مستوى البي اي، ودي حاجه هنشوفوها في اللاب بتاعنا بشكل مفهوم اكتر، لان حاسس انا بقول لوغاريتمات. رابع حاجه زي ما قلنا هنعمل اي بي جي بي بيرنج ما بين البي اي والبي اي التاني. بعد كده هنعمل ديفولت روت من البي اي للشبكه بتاعه السي اي، الشبكة اللي أنا عايز أستهدفها، وبعد كده هعمل لها أدفرتايز في البي جي بي، أو ممكن أرن أي جي بي أو أس بي إف أو أي أي جي أر بي ما بيني وبين الكاستمر وأدفرتايز في الشبكة بتاعت الكاستمر، وبعد كده أعمل له ريديستريبيوت للبي جي بي عشان يسمع عندي في شبكة البي جي بي عند البير التاني بتاعي. بعد كده بطبق على الراوترات بتاعتي بعد ما عملت كل الكلام دوت ام بي ال اس اي بي وام بي ال اس بروتوكول، لان لو ما طبقتش الام بي ال اس مش هقدر ان انا اوصل للبير بتاعي بالشبكات اللي انا عاملها ادفرتايز. وبعد كده هعمل تيستنج للكونكشن وديباجنج، وهنطبق كل الكومنز اللي احنا اخدناها ونشوف استعمالاتها ومميزاتها وهتساعدني في ايه وانا شغال. وطبعا بعد ما اخلص الكونفيجن دي انا انصحكم ان احنا نقرا زياده ونقرا اكتر عن الموضوع دوت، وعلى قد ما تقدر اقرا اقرا على قد ما تقدر في مواقع المعلومات موجوده في كل مكان، بس اللي يدور عليها. هنشوف بس اللاب اللي احنا هنشتغل عليه وهنرجع له من وقت للتاني. هو ده شكل اللاب بتاعي. طبعا لو حابين نشوف يعني مجرد كده بس اوري لحضراتكم حاجه، انا اللاب اللي شغال عليه اصلا اقتطعت منه الجزء اللي فوق دوت، بمجرد بس ان احنا عليه البيزك كونفيجريشن بس. لاب الام بي ال اس اللي انا ان شاء الله حابب ان انا اشتغل عليه في الفيديوهات الجايه، اما هنتكلمه في ال في ار اف، وهنتكلمه في الفيرتشوال راوتنج اند فوروردنج انستنسز، هيكون ان شاء الله هو اللاب ده او نص اللاب دوت تقريبا يعني، عشان برضو يعني احاول اعمل اكتر من ام بي ال اس راوتر بي راوتر في النص، عشان لو نشوف المسار بتاعنا ولو حبينا نغير الديسيشن بتاع الليبلز والكلام ده كله. لكن الفيديو النهارده ان شاء الله وهو البيزك كونفيجريشن، احنا باذن الله هنشتغل على جزء صغير من اللاب دوت، هنشتغل على بي واحد بي واحد وعلى بي اي اتنين وبي اي تلاتة وكاستمر اي 1 واي 2. دلوقتي مو وقت ان احنا نروح اللاب، هنطبق كل الكلام اللي قلناه دوت، هنحاول نعمل الكومنتس بالراحة، وهنعمل التشيك ليست، هنطبق كل الكلام ده بالترتيب، وان شاء الله نقدر نوصل نقدر نوصل الهدف من الفيديو دوت، ان احنا نوريكم كونفيجريشن بسيطه وسهله وفكره كده مختصره عن موضوع تقنيه الام بي ال اس. نروح لللاب بتاعنا. دلوقتي انا فاتح في الكونسول عندي راوتر بي 1 بي اي 1 بي اي 2 سي اي 1 سي اي 2، نرجع للرسمه بتاعتنا بي اي 1 بي اي 1 بي 1 بي اي 2 اي 1 اي 2.
تمام يا جماعة، هو ده اللاب بتاعنا. طبعا عشان وقت الفيديو وعشان نحاول نقسم الكلام اللي انا بشرحه ده على فيديوهات بأوقات مناسبة، احنا هنوقف التسجيل في الفيديو دوت وهنبدأ فيديو جديد بيبدأ على الكلام على موضوع الكونفيجريشن، بس بحيث ان احنا نكون قسمنا اول فيديو دوت يكون للكلام النظري البحت المكلكع والجميل يعني لحد ما. اتمنى اكون وفقت في الفيديو الاولاني واشوفكم مع الفيديو تاني ان شاء الله. شكرا جزيلا لاستماعكم وشكرا جزيلا لوقتكم، واتمنى تكون الفيديوهات المتواضعة بتاعتي يعني كده تنور رضاكم ان شاء الله. السلام عليكم.